اربع تجواز غوايش وغشتين بتوع فرهوده وحلق ودلايه وكان معاها 3 جنيه. يعني هنخرج ونشم شوية هوا. فوتوا بعافية. يعافيك يا أخويا. زنوبة دي أول واحدة صاحبتها ساعة ما حطيت رجلي في اسكندرية، حتى اللي بتاكل معاكوا عيش وملح طول السنين دي كلها، يعني لو معايا حسبة 10 12 جنيه تولسي عليا انت وجوزك وتقتلوني؟ أنا يا أختي اتخذت على مشمي زيك بالظبط، أنا كنت قاعدة بنقل البيتين كان، قامت أم بتعة تساعدني، الرجالة راحوا قايمين منيمينها على الأرض وبركوا عليها، بس بتتكلم جامدة قوي، ده بقى تفلفص وترفص تقطيع. أنا جدتي يا أختي ما استحملتش، أخدت الوابور بتاعي وطلعت نقلي بر. أنتي مشكلتي لقيتي الوابور جنبي. يلا 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 نرمي التراب ده في المنور. يلا يلا يا أختي يلا. ليلة امبارح البلاط اللي دفنين تحته أم بتعة أب وانخلع. صحيت حسب الله قلت له قوم شوف ايه الحكايه دي. شال البلاط من تاني وجاب حب التراب وكبس فوق الوليه برجليه. ومع كده برضك الواحد يحط ايديه على البلاط تلاقيه مطلع صهد. الله فيها سكينة مالك كده زي اللي ما تكوني بتشربي في اخر زيادك. مش عارفه نسكر. يا سلام، حاسه لو نشربوا كل الخمره اللي في الخماره دي برضه مش هنعرف نسكر. فين امي يا خالتي سكينه؟ بتعة مالها امك؟ ما رجعتش من ساعة ما مشيت معاكي من امبارح. يا ندامة، ازاي الكلام ده؟ دي ما قعدتش معايا هنا غير نص ساعة، شربت لها كاسين وبعدين رحت معاها نوصلها لمحطة الكهرباء، حتى اديتها نص ريال من اللي علي وفضلت معاها لغاية ما ركبت عشان تروح لبراهمية. قالت لي ان ليها فلوس عند فرهودة. طب بعد كده راحت فين؟ انا مش عارفه نعمله ايه. وايه اللي سكتك لحد دلوقت؟ سالت عليها، سالت عليها عند كل قرايبنا وما لقيتهاش. ما سالتيش عليها عند فرهوده؟ ممكن تكون بايته عندها، ما هي بتساعدها لما بيكون عندها عزوم. امي مش متعوده تبات بره، كانت على الاقل قالت لي. يا اختي ما حدش عارف، الظروف تحكم. روحي اسالي عليها هناك، يمكن فرهودة تعرف راحت فين. فيها سكينة من الولاية دي وراحت فين؟
عليا النعمه انت تفتي في عقلي. ايه اللي بتعمليه ده يا ولية؟ انت فاكره نفسك في قرفه؟ مش ناقص كمان الا نعملوا لك قرص نوزعوها رحمه ونور. امال يعني ما عيطتيش ليه وانت بتاخدي نصيبك من الفلوس؟ يلا بلا كهنه نسوان. في ايه يا ام ابراهيم؟ بنت شوقيه بنت قالت لي ان انت جيتي سالتي على امك. امي ما رجعتش من امبارح وخالتي سكينه قالت لي انها راحت. لا امك ما جاتليش امبارح. امال يعني راحت فين؟ يمكن سافرت. سافرت؟ سافرت فين؟ عند حد من قرايبكم. قرايبنا؟ قرايبنا كلهم هنا في اسكندريه. بصي يا بنتي الغايب حجته معايا، بس لما تيجي خليها تعدي عليا وتجيب معاها الغوشتين. ها كانت لابسه ايه؟ جلابيه وملايه وشبشب تونسي. ايديها كان فيها صيغه ولا حاجه؟ ايوه اربع تجواز غوايش وغوشتين بتوع فرهوده وحلق ودلايه وكان معاها 3 جنيه. دي اول نوبه تبات بره؟ ايوه عمرها ما عملتها، احنا كلنا ملناش متوه غير الدكان، كلنا بننام فيها. دورتي عليها كويس يا شاطره؟ ايوه دورت. ما تعرفيش اخر حد كانت عنده مين؟ ايوه كانت عند زبونه اسمها فرهوده. وساكنه فين فرهوده دي؟ بالعافيه يا ام ابراهيم. الله يعافيك يا خالتي. مفيش اخبار عن امك؟ ابدا يا خالتي. لا هي اختي ردلي بغربتها ورجعها لك سليمه. اني رحت امبارح الكراكون وعملت بلايا. وقلت فيه ايه؟ قلت فيه على اللي حصل. احسن برضه. النوبه الجايه لما تروحي تحطي كلامك ابقي اطلبيني واني نيجي نشهد معاكي. اني جايه نقدمه بلاغ تاني. هو احنا لحقنا نشتغله في البلاغ الاولاني؟ ما هو فات جمعه امي ما رجعتش. وبعدين انا رحت لواحده شيخه وودت لها القطر. قالت لي ان امي منحاشه. وما قالتلكيش امك متحاشه فين بسلامتها؟ ما هو انتوا تشوفوا بقى. وما قلتيش للشيخه بتاعتك دي ليه؟ ما تجيش تقعد مطرحنا وتشتغل بدلنا. ايوه يا حضره السون، انت هتتنور عليا ولا ايه؟ لا هنتنور ولا غيره. معاك البلاغ ولا نكتبهولك زي النوبه اللي فاتت؟ انت اللي كتبت البلاغ ده يا حضره السون؟ لا يا فندم، ده هي جابته مكتوب. بس النوبة اللي فاتت بقى كانت بتقول إن أمها كان معاها 30 جنيه. النوبة دي بتقول إن أمها معاها 40. ومين بقى الحور مسكينة اللي عايزين نسمع أقوالها؟ يا فندم، البت دي ما هيش عارفة بتقول إيه ولا بتعمل إيه. نافوخ خطار منها من ساعة أمها ما اختفت. إحنا نحاول بلاغ النيابة. واجمع لي كل المخبرين السريين وهاتهم لي النهاردة. أنا مش فاهم دول بيعملوا إيه؟ بيقعدوا طول النهار على القهوة، وآخر اليوم يقولوا كنا بنعمل تحريات.